أهلا بكم مشاهدين إلى هذا الموعد الإخباري، والبداية بالعناوين. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يطالب بتشريك أصحاب الأعمال في مفاوضات اتفاق الشراكة الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي الأليكا. في تجربة هي الأولى من نوعها، تخصيص قسم للتلاميذ المكفوفين الذين ارتقوا إلى السنة الأولى ثانوي بأحد المعاهد العمومية بصفاقس. ملف الهجرة غير النظامية في المتوسط ومفاوضات بريكسيت الشاقة المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد على رأس أولويات قمة أوروبية في النمسا. أهلا بكم. يتم اليوم بقصر الحكومة بالقصبة إمضاء اتفاق الزيادة في الأجور في القطاع الخاص بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وقبل هذا الاتفاق التقى رئيس الحكومة كل من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول. وفي موضوع آخر، البرامج الطموحة بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدفع النمو والاستثمار مثلت موضوع اجتماع رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة بنائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بيير هايلبرن. ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز سبل الشراكة والتعاون ومتابعة تقدم البرامج والمشاريع التنموية التي يساهم البنك في تمويلها، إضافة إلى مرافقة تونس ومساعدتها على تحقيق انتقال اقتصادي ناجح على غرار الانتقال الديمقراطي. مشروع اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل مع الاتحاد الأوروبي الأليكا كان محور منتدى تونس في دورته السادسة التي ينظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات. الندوة كانت فرصة لبسط أبرز الإشكالات والمخاطر التي تواجه المؤسسة التونسية ومدى قدرتها على المنافسة في السوقين التونسية والأوروبية، وسنعود إلى هذا الموضوع حال جاهزيته. تم استرجاع نحو 30 ألف هكتار لفائدة المجموعة الوطنية من العقارات الفلاحية التي تم وضع اليد عليها بطرق غير قانونية، وذلك في ظرف سنتين. ذلك ما أكده مبروك كرشيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال ندوة المديرين العامين والمديرين الجهويين للملكية العقارية والتي انتظمت بمقر الإدارة الجهوية للملكية العقارية بتونس. وأضاف كرشيد أنه في المقابل ما يزال إلا القليل من الأراضي التي لم يتم استرجاعها، هذا وقد استفاد عدد من المعطلين عن العمل وأصحاب الشهائد العليا والرأس مال الوطني والاقتصاد التونسي من عملية استرجاع هذه العقارات. في الشأن التربوي، وفي تجربة هي الأولى من نوعها، تم تخصيص قسم للتلاميذ المكفوفين الذين ارتقوا إلى السنة الأولى ثانوي بمعهد 9 أفريل العمومي بصفاقس. معهد 9 أفريل بصفاقس ولأول مرة يحتضن مجموعة من التلاميذ المكفوفين الذين يصرون على مواصلة تعليمهم وتخصص لهم قاعة. هما 9 وليدات، وهالإدماج يتسمى إدماج جزئي، خاطر قاعدين في قسم وحدهم، لكن كالتجربة تعتبر رائدة، على خاطر ضمن مؤسسة تربوية تحوي تلاميذ المبصرين الأسوياء، فهمتني؟ العام الجاي إن شاء الله اللي مش يجونا مش يعملوا انتجراسيون توتال، علاش؟ خاطر فما التلميذات مش يكونوا يقراوا فرد قسم مع المبصرين. بدينا بالجزئي وبعد ان شاء الله نعملوا هيك الادماج الكلي. دوز ادمي. ناوي تكمل قرايتك بالطبيعه؟ اي بالطبيعه. كينيزي ثيرابي. عايشهم اللي خلونا نعيشوا هالتجربه هذه مع تلاميذ اخرين معنا لاباس عليهم، فهمت؟ وحاجه باهي عملوها. من جو لجو تحولنا معنا من بلاصه لبلاصه. تخوفتي شويه من التجربه بينات؟ والله ما نكذبش عليك، على الاول اي، اما الحصه الاولى سافا، ان شاء الله بقدره ربي لاباس. بيسك التلميذ يبدا حاضر ذهنيا، دونك التجربه بقدره ربي لاباس ان شاء الله.
التجربة احتاجت في مرحلتها الأولى إلى تكوين خاص للأساتذة الذين تطوعوا لهذه المهمة الحساسة، ولم يكن التكوين سوى الاستفادة من زملائهم الذين سبقوهم في تدريس هذه الفئات الخاصة. والله هو التدريس الكفيف مسألة مش سهلة، صعبة شوية، فيها معاملات معنا خاصة، وخاصة يخدموا على طريق دبراي. احنا ورينا كيفاش كنا نخدموا واعطيناهم المشعل وطرائق العمل، الطرائق البيداغوجيه، كيفيه التواصل، الاعداد الى اخره، كل المسائل هذه وقع الاعداد لها سنه الفرطه وسنه بسلامه ربي ان شاء الله التجربه تكون ناجحه. صحيح فما ادماج على الصعيد الاجتماعي، اما في الناحيه البيداغوجيه التلاميذ هذوما يقراوا وحدهم في قسم، يقراوا بطريقه براي، البرامج تاع وزاره التربيه تتبعها بطريقه براي، والزملاء اللي يقريوا التلاميذ هذوما هما زملاء اللي قريوا التلاميذ العاديين. نأكدوا انه ضروره تدخل الاداره من اجل ان توفر لهم كل التجهيزات الكافيه واللازمه باش يكون الاداء نتاع الزملاء اكثر نجاعه. كذلك ماذا بينا تكوين جيد للاطار التربوي. تجربه فريده من نوعها مغربيا وحتى متوسطيا ميزت العوده المدرسيه لهذا الموسم في صفاقس، لكنها ما زالت تحتاج الى مزيد من الدعم والاهتمام. بدأ المبيت الجامعي بقصرين المدينة في استقبال الطلبة، ورغم الجهود المبذولة فإن المبيت يشكو نقائص عدة، ويطالب الطلبة بضرورة تهيئة المحيط الخارجي للمبنى وتنويره وتوفير النقل. المبيت الجامعي بالقصرين المدينة يضم 596 سريرا، وسجل عن بعد 250 طالبا وطالبة بالمبيت الذي يبدو الإقبال عليه محتشما حتى الآن. جديد السنة كونه معناه ما صار في حتى اكتظاظ في الترسيم بالمبيت، معناه الطلبة بما أنه توفر لهم السنة الخلاص المبيت عن بعد، كانت فما تسهيلات كبيرة وسهولة كبيرة في الترسيم. الحمد لله معناتها ما عندهمش هم التشكيات برشا، ما احنا ديما نحاولوا نجدوا ديما نحاولوا باش الطلبة ما يلقوش إشكاليات. وتبدو ظروف الإقامة ملائمة بالمبيت بحسب عدد من الطالبات. البيت معناه مدهونة ونظيفة، ما فهمش حتى ملاحظة هكا ولا هكا الحقيقة. كل شيء موجود، البيت مزيانة مدهونة. ولكن الإشكال الذي يؤرق الطلبة وأعوان وإدارات المبيت على حد سواء غياب التنوير العمومي بالطريق المؤدية إلى المبيت، ما قد يشكل خطرا على الوافدين على المبيت جراء غياب وسائل النقل خاصة خلال الليل. بقات المشاكل اللي تتعلق بعناها بالأمن وبالإنارة وبالنقل خارج المبيت، ما زلت معناها يلزمنا نزيدوا ناكدوا على النسق ونزيدوا ننسقوا مع الادارات المختصه. وتضم ولايه القصرين مبيتين جامعيين عموميين، وتم كراء مبيت ثالث بسبيتلا لايواء 749 طالبا، وتضم هذه المبيتات 1070 سريرا. ونعود إلى الموضوع الاقتصادي المتعلق بمشروع اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل مع الاتحاد الأوروبي الأليكا، والذي كان محور منتدى تونس في دورته السادسة التي ينظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات. الندوة كانت فرصة لبسط أبرز الإشكالات والمخاطر التي تواجه المؤسسة التونسية ومدى قدرتها على المنافسة في السوقين التونسية والأوروبية. طلب المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بتشريك أصحاب الأعمال في مفاوضات اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي، محذرا من جملة المخاطر التي اعتبر أنها ستؤثر سلبا على المؤسسات التونسية نتيجة تشعب الترسانة القانونية في الجانب الآخر، مقابل رحلة طويلة من تجديد التشريعات تنتظر الجانب التونسي. المخاوف مش كان من معناها تونس باش تفتح السوق نتاعها، لكن راهو التقارب هذايا على مستوى الإجراءات والقوانين راهو هو بنفسه فيه مخاطر، وهذا عنده تأثير على القدرة التنافسية نتاع المؤسسات هذه، ولازم في الاستراتيجية نتاعنا نتاع المفاوضات هذه يكون عندنا تمشي اللي يعطي الإمكانية للمؤسسات هذه باش تحسن في الإنتاجية نتاعها، تحسن في القدرة التنافسية نتاعها باش ما تتضرش. من جهته اعتبر سفير الاتحاد الأوروبي بتونس باتريس بيركاميني أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتحقيق الاندماج عبر مفاوضات الشراكة بين الجانبين. الأليكا هو اتفاق تجاري بالأساس، لكن الرهان هنا هو الاندماج، اندماج الاقتصاد التونسي في الاقتصاد الأوروبي،
وقد تحدثنا خلال المفاوضات عن مسائل عدة بشأنه. تحدثنا عن التأهيل، عن المواصفات، عن الشفافية، عن التنافسية، عن الصفقات العمومية، ولكن المهم أن تنفيذ الاتفاق سيكون غير متوازي بين المؤسسات التونسية ونظيراتها الأوروبية. سيكون هناك عدة سنوات من الانتظار أمام المؤسسات الأوروبية لدخول السوق التونسية في انتظار تأهيل المؤسسة التونسية. في المقابل اعتبر رئيس لجنة التفاوض في اتفاق الأليكا هشام بن أحمد اعتبر أن الجهود تتجه لضمان أفضل الشروط من أجل الحفاظ على المؤسسة التونسية، مؤكدا التزام الحكومة برفع القدرة التنافسية للمؤسسات عبر برامج تأهيل خاصة وجملة من الإصلاحات الهيكلية. إذا الشركة التونسية ولا التونسي المستثمر التونسي باش يدخل السوق الأوروبية بعد ما نمضيه وقت اللي نمضيه هل معناتها الاكور هذايا، في نفس الوقت الشركة الأوروبية اللي تحب تدخل لتونس ما تنجم تقوم به كان بعد 10 ولا 15 سنة ولا 20 سنة. في لي اون ميم طون معناتها يقع فما تتعمل ميزا نيفو بالنسبه للسيكتور هذاك. من النقاط اللي انا معناتها اليوم ك ك معناتها نيغوسياتور ان شيف نتاع لاليكا من الشد فيها صحيح هي حكايه الفري فيزا بور لي بروفيسيونيل. ومن المنتظر ان تنطلق الجوله الجديده من المفاوضات حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الاوروبي ديسمبر المقبل في بروكسل، في انتظار الانتهاء من الدراسات التقييميه لاثاره على مجالات اقتصاديه عده. تناول اللقاء الذي جمع رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر برئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة سمير ماجول جملة من المسائل التي تعنى بالمسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى متابعة مسار المفاوضات الاجتماعية بين منظمة الأعراف والاتحاد العام التونسي للشغل. كما تم التأكيد على ضرورة إيلاء الأولوية لمشاريع القوانين التي تعنى بالاقتصاد والمال بهدف التحفيز على الاستثمار ودفع التنمية في الجهات وتشجيع المبادرة الحرة بما يسمح بتوفير فرص عمل. هذا وقد أبدى رئيس منظمة الأعراف استعداد المنظمة لتقديم مقترحات وآراء بخصوص مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. في المجال الصحي، نظمت وزارة الصحة بالتعاون مع مصالح الحوكمة برئاسة الحكومة والأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، نظمت ندوة وطنية حول تفعيل برامج إصلاح القطاع الصحي. في إطار حوكمة القطاع الصحي في تونس وإرساء مزيد من الشفافية على الصفقات العمومية للمستلزمات الطبية، تم قبول عدد من المشاريع التي أنجزت في الأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة بدعم من البرنامج الألماني للتعاون الدولي. اتفقنا على تفعيل عنصرين في هذا المشروع المتكامل، اللي هو العنصر الأول يخص كيفاش نجم نعمل وقاية وحماية المنظومة من تضارب المصالح في قطاع الصحة، والعنصر الثاني هو تفعيل منظومة متجددة وجديدة وشاملة حول المستلزمات الطبية. هو مشروع انطلق منذ سنة 2015 بالمدرسة العليا للإدارة، ممول من قبل الحكومة الألمانية، يهدف إلى إرساء الحوكمة الرشيدة في مستلزمات القطاع الصحي بتونس، ولدينا العديد من الالتزامات مع كل فريق مشارك في هذا البرنامج، خاصة على مستوى التكوين والتأطير. ولتنفيذ المشاريع التي تم الاتفاق بشأنها من قبل الهيكل المتدخلة في القطاع الصحي، ستنطلق وزارة الصحة في إعداد خطة عمل تحدد الضوابط الأساسية لعملية التطبيق، خاصة فيما يتعلق بمشروع صفقات شراءات المستلزمات الطبية. فيما يتعلق بالاقتناء المستلزمات الطبية، هناك ما تمشي معناها معناش نومنكلاتور أو مرجعية على مستوى المختلف المستشفيات، مستشفيات في الاقتناءات، معناها مستشفى تلقاها معناتها سهلول ما يقتنيش بنفس الصفة كمستشفى الحبيب ثامر، وهنا لابد من توحيد معناها الاقتناءات باعتماد مرجعية ومقاييس في الاقتناءات. هو برنامج شارك فيه 35 أكاديمي خلال السنة الدراسية 2015 و2016 و2000، وذلك بهدف إيجاد مشروع للحوكمة الرشيدة في قطاع الصحة.
في أحوال الطقس، أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن مؤشرات عدم استقرار الوضع الجوي متواصلة اليوم، ومن المتوقع نزول كميات من الأمطار المتفرقة مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة. وتشهد أغلب المناطق في تونس منذ مساء أمس تغيرا في الوضع الجوي بعد هطول كميات من الأمطار بلغت أقصاها بتونس العاصمة ب 69 ملم، كما شهدت مناطق أخرى على غرار القيروان والكاف وجندوبة وبنزرت ونابل وسوسة وسليانة وسيدي بوزيد والقصرين تهطل كميات من الأمطار. دوليا، يلتقي اليوم قادة الاتحاد الأوروبي في قمة غير رسمية في النمسا، وعلى جدول أعمالهم موضوعان أساسيان هما ملف الهجرة غير النظامية في المتوسط ومفاوضات البريكسيت المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد. يلتقي قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم في مدينة سالزبورغ النمساوية، وعلى جدول أعمالهم بالخصوص ملف الهجرة غير النظامية الذي تتباعد فيه وجهات النظر. ويسارع المجتمعون إلى إيجاد حل توافقي قبل انطلاق العد العكسي لمفاوضات بريكسيت التي توصف بالشاقة. ويعتبر لقاء سالزبورغ قمة غير رسمية لا ينتظر منها صدور أي قرارات، لكنها تهدف إلى تمهيد الطريق للتوصل إلى اتفاق تتقاسم فيه أوروبا أعباء المهاجرين غير النظاميين. زمنيا تعقد هذه القمة بعد مواجهات دبلوماسية بشأن السفن التي تقل مهاجرين في المتوسط، وتربط إيطاليا استقبالها في مرافئها بضرورة التزام البلدان الأعضاء في الاتحاد بتقاسم أعباء اللاجئين. وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الاتحاد قبيل الاجتماع، أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك على ضرورة حلحلة الأزمة في قمة سالزبورغ، وألف أن ستتعاظم ككرة الثلج على حد تعبيره. ورغم إجماع أوروبي على الرغبة في بقاء المهاجرين في بلدانهم الأم، فإن هناك اقتناع بضرورة احترام القواعد الدولية في التعاطي مع المهاجرين، ما يستدعي حسب فرنسا آلية دائمة حول توزيع هؤلاء بعد وصولهم إلى أوروبا بدل المعالجات المتسرعة. ودعت فرنسا في هذا الإطار البلدان الرافضة قطعيا لاستقبال اللاجئين إلى التعبير عن تضامنها بشكل مخالف وعدم الاكتفاء بالمساهمات المالية. الانقسام الأوروبي حول ملف الهجرة تقابله في الضفة الأخرى من المتوسط ظواهر جديدة طفت على السطح، حذرت منها الأمم المتحدة، وهي انتحال مهربين لصفة موظفين أمميين في ليبيا يستغلون المهاجرين واللاجئين وفق تقارير موثقة. وقد طالبت الأمم المتحدة بالتحرك لمحاسبتهم في ظل أزمة تزداد تعقيدا يوما بعد يوم. في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي سياسته العدوانية تجاه الفلسطينيين، حيث أقدمت مجموعات من المستوطنين على اقتحام المسجد الأقصى المبارك فجر اليوم من باب المغاربة تحت حراسة جنود الاحتلال الذين اعتدوا على المصلين ومسؤولي الأوقاف وحراس المسجد وأصابوا عددا منهم واعتقلوا عددا آخر. كما اعتقل جنود الاحتلال شابا فلسطينيا من مخيم للاجئين شمال رام الله بعد عملية مداهمة حسب ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني. كما استشهد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال أمس في مسيرة العودة. وفي الشأن اليمني، أكد تقرير لمنظمة خيرية بريطانية أن 1 مليون طفل إضافي يواجهون خطر المجاعة جراء عودة القتال في مدينة الحديدة الساحلية. وفي تطور آخر، قتل 18 صيادا في هجوم لسفينة حربية استهدفت قارب صيد على ساحل اليمن المطل على البحر الأحمر. 1 مليون طفل إضافي في اليمن بات يتهددهم خطر المجاعة عقب عودة القتال في مدينة الحديدة الساحلية، وملايين آخرون لا يعرفون متى ستأتي وجبتهم التالية أو ما إذا كانت ستأتي فعلا. صرخة فزع جديدة أطلقتها اليوم منظمة أنقذ الطفولة الخيرية البريطانية في تقرير أكدت فيه أن عودة القتال في الحديدة يهدد بقتل جيل كامل من أطفال اليمن الذين يواجهون أخطارا متعددة من انفجار القنابل إلى المجاعة والأوبئة، وأن أي اضطراب في إمدادات الغذاء والوقود التي تمر عبر ميناء الحديدة الاستراتيجي الواقع على البحر الأحمر يمكن أن يتسبب في مجاعة على نطاق غير مسبوق.
في غضون ذلك قتل 18 صيادا ونجا واحد فقط في هجوم لسفينة حربية استهدف قارب صيد قبالة ميناء الخوخة المطل على البحر الأحمر والخاضع لسيطرة الجيش الإماراتي منذ ديسمبر الماضي. ونفت السعودية مسؤولية قوة التحالف الذي تقودها عن الهجوم، فيما قالت قوة يمنية مدعومة من التحالف الأسبوع الماضي إنها سيطرت على الطريق الرئيسي الذي يربط الحديدة بصنعاء في إطار استراتيجية لعزل المدينتين، وذلك وسط نفي من الحوثيين الذين يسيطرون على المدينتين. في الأثناء وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض قادما من صنعاء بعد جولة مشاورات استمرت 3 أيام بهدف إقناع الحوثيين بإرسال مندوبين إلى جنيف لإجراء مشاورات بهدف التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب المتواصلة منذ 4 أعوام والتي صنفت الوضع في اليمن كأسوأ أزمة إنسانية في العالم. ذكرت مصادر إعلامية نقلا عن الشرطة البريطانية إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى بعد أن صدمت سيارة عددا من المشاة أمام مسجد شمال غرب لندن. وأضافت الشرطة البريطانية أنه تم إيقاف السائق بالإضافة إلى فتح تحقيق بشأن ملابسات الهجوم. تعليقاً على قرار الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار سنوياً، صرح رئيس الوزراء الصيني خلال انطلاق أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي أن الإجراءات التجارية أحادية الجانب لن تساهم في حل الخلافات. وسط غياب لقنوات اتصال مفتوحة بين الصين والولايات المتحدة منذ فشل آخر جولة من المحادثات التجارية التي أجريت بين البلدين في أوت المنقذي بهدف التوصل إلى تسوية النزاعات التجارية القائمة بينهما، صرح رئيس الوزراء الصيني خلال انطلاق أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة تيانجين أن الإجراءات التجارية أحادية الجانب لن تساهم في حل الخلافات، داعيا إلى الحفاظ على المبادئ الأساسية للتجارة الحرة، وذلك على إثر فرض الإدارة الأمريكية رسوما جمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار سنويا. إجراءات كانت الحكومة في بكين قد ردت عليها بفرض تعرفة جمركية على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار سنويا، مهددة باتخاذ المزيد من الإجراءات الحمائية. وفي انتظار أن يدرس الطرفان إمكانية انعقاد جولة جديدة من المحادثات، نقلت وسائل أعلام رسمية صينية أن بكين ستستغل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة لإحلال الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي والتعجيل بتطوير منتجات التكنولوجيا الفائقة. في أخبار الرياضة، وإثر القطيعة مع المدرب كمال القلصي، اتفقت الهيئة المديرة للاتحاد المونستيري مع المدرب لسعد الدريدي ليشرف على حظوظ فريق أكابر كرة القدم بعقد يمتد لموسمين، وسيباشر الدريدي مهامه اليوم حين يقود أول حصة تدريبية له على الساعة 3. حطم السباح التونسي نجيب بالهادي رقما قياسيا عالميا جديدا عندما قطع مسافة 120 كيلومتر سباحة بين صفاقس وجربة في تحد استغرق أكثر من 76 ساعة. 76 ساعة و30 دقيقة هي المدة التي استغرقها السباح نجيب بالهادي لقطع 120 كيلومتر سباحة دون انقطاع بين صفاقس وجزيرة جربة، محطما بذلك رقما قياسيا عالميا سابقا. انتزعت المركز الأول، الرقم القياسي العالمي في أطول المسافة في البحر تتقاس بالسوايع في نادي هذا الخوارق متاع السباحين 24 ساعة ما فوق. 3 أيام وصل فيها الليل بالنهار دون الاعتماد على أي مساعدة تقنية أو فنية ومغادرة الماء، وهو ما يعد استثناء في مثل هذه المسابقات العالمية. والله التحدي هذا يدخل في منظومة البالمارس متاعي العالمية، لأني عندي عدة تحديات، وفي مثلا السباحة الحديدية، في المياه المتجمدة، في بحر المونش، ما نعرفش الطاقة متاعي قداش توصل. حبيت نشوفها، والمنظمة حسب الملف متاعي والبالمارس متاعي والنتائج السابقة فهمتني، كي اقترحت عليها قالت لي ياهو 120 كيلومتر الباب مفتوح، الكرة عندك، وهو ريكوردي موندي، إذا كان طيح وراك خدمت السباحة العالمية. قطع هذه المسافة بتحطيم هذا الرقم العالمي سيؤهل هذا السباح للتتويج عالميا،
في نادي السباحة بمدينة فرانسيسكو الأمريكية في الربيع القادم. ونختم بهذا الخبر، حيث فقدت الساحة الفنية العربية صباح اليوم الفنان المصري جميل راتب الذي توفي عن عمر يناهز 92 عاما بعد صراع مع المرض. الفنان الراحل شارك في عدد كبير من المسلسلات والأفلام المصرية والعالمية. ودعت الساحة الفنية المصرية وأبرز الفنانين السينمائيين والمسرحيين في الوطن العربي وفي العالم الفنان الراحل جميل راتب بعد معاناة طويلة مع المرض. الفقيد الذي نال لقب شرير السينما الأنيقة هو من مواليد القاهرة سنة 26 و900 ألف. بعدما استكمل دراسته الثانوية التحق بمدرسة الحقوق الفرنسية، وبعد السنة الأولى سافر إلى باريس ليكمل دراسته. عشقه للسينما يجعله ينخرط مبكرا في التمثيل ويتوج بجائزة الممثل الأول وأحسن ممثل على مستوى المدارس المصرية والأجنبية في القاهرة. ووفق المتابعين لتاريخ السينما المصرية، فإن البداية الفنية الحقيقية للفنان الراحل جميل راتب كانت في القاهرة في بطولة فيلم أنا الشرق الذي قامت ببطولته الممثلة الفرنسية كلود جوداغ مع نخبة من نجوم السينما المصرية في ذلك الوقت، وقد منحه هذا الفيلم فرصة ليطرق أبواب الشهرة في فرنسا. وحال عودته إلى مصر شارك في بطولة العديد من الأفلام المصرية، ومن نشر أعماله السينمائية الصعود إلى الهاوية والكيف والساحر ولورنس العرب، كما تألق أيضا في الدراما التلفزيونية بأعمال مثل الراية البيضاء وضمير أبلة حكمة ويومية ونيس. هذا وخاض تجربة ناجحة في السينما التونسية، حيث شارك في بطولة أفلام من بينها الشيشخان وحلق الواد، وهي تجربة كان يعتز بها الفنان الراحل كثيرا حيث نال عن أدواره جوائز في تونس وفرنسا. خلف فقيد السينما العربية والعالمية زخما من الأعمال الناجحة، وحاز على تتويجات من بينها التكريم الذي ناله في تونس، حيث منحه رئيس الجمهورية البيجي قايد السبسي في نوفمبر 16 و2000 الصنف الأول من الوسام الوطني للاستحقاق في قطاع الثقافة، اعترافا بمنزلته الفريدة على الساحة الثقافية والفنية وتكريسا لمسيرته الحافلة بالعطاء والإبداع. ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يطالب بتشريك أصحاب الأعمال في مفاوضات اتفاق الشراكة الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي الأليكا. في تجربة هي الأولى من نوعها، تخصيص قسم للتلاميذ المكفوفين الذين ارتقوا إلى سنة الأولى ثانوي بأحد المعاهد العمومية بصفاقس. ملف الهجرة غير النظامية في المتوسط ومفاوضات بريكسيت الشاقة المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد على رأس أولويات قمة أوروبية في النمسا. وبإمكانكم مشاهدين متابعة هذه النشرة والمزيد من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. أجمل تحيات قسم الأخبار، إلى اللقاء.